الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارق ولا فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله
bisa. Jam berapa ya? 18.18 lagi akan membacakan doa. Mari kita sama-sama amalkan doa beliau dengan hadir khusus dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ihdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina asrifanna bi rahmatika syarra ma qadait. فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليه إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نرجوك أن تعطي لكل واحد منا مسألته وخيرا مما يسأل يا جواد يا كريم يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ادخلنا الفردوس بلا حساب ولا عقاب. اللهم وارزقنا موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى الكريم. فإن هذا النعيم ليس بعده نعيم. اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل إندونيسيا آمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.